Je m'entraîne. Retrouve les substituts lexicaux des mots suivants. Le dollar, le lion, le français, l'allemand, le japon. Le roi des animaux. Le billet vert. La langue de Goethe. Le pays du soleil levant. La langue de Molière. Remplace les mots soulignés par les substituts lexicaux suivants. La capitale algérienne. L'astre de la nuit. La terre des pharaons. Les robes noires. Le toit du monde. Alger accueille aujourd'hui des nutritionnistes venus du monde entier. L'Himalaya se situe en Asie. L'Égypte est connue pour ses pyramides. Les avocats du centre du pays ont organisé un débat sur la défense des consommateurs. Les musulmans observent la lune pour débuter le jeûne du mois sacré. Je complète le texte à partir des mots suivants. Obésité, conséquences, maladie du cœur, perte de lucidité, malnutrition. L'Organisation mondiale de la santé classe 1 est la apostrophe dans la catégorie des maladies chroniques et alerte sur C. Elle provoquerait différentes maladies physiques et psychologiques. Les maladies physiques sont multiples, diabète, cancer, cholestérol, problèmes respiratoires, maladies des os. Les maladies psychiques sont, dépression et troubles mentaux. Toutes les maladies citées sont la conséquence de la, ou de la, malbouffe. Alimentation et santé, Organisation mondiale de la santé, 2012, écrit en t'aidant du dictionnaire. Trouve le synonyme du mot « plat » et utilise-le dans une phrase personnelle. أي تدريب ابحث عن البدائل المعجمية للكلمات التالية دولار أسد فرنسي الألمانية اليابان ملك الحيوانات الدولار لغة جوته أرض الشمس المشرقة لغة مولير استبدل الكلمات التي تحتها خط بالبدائل المعجمية التالية العاصمة الجزائرية نجمة الليل أرض الفراعنة الثوب الأسود سقف العالم الجزائر العاصمة ترحب الأون بأخصائي التغذية من جميع أنحاء العالم تقع جبال الهيمالايا في آسيا تشتهر مصر بأهراماتها نظم محامون من وسط البلاد نقاشا حول حماية المستهلك يحتفل المسلمون بالقمر ليبدأ صيام الشهر الكريم أكمل النص من الكلمات التالية السمنة العواقب أمراض القلب فقدان الوضوح سوء التغذية منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه مرض مزمن وتنبيه على من شأنه أن يسبب أمراض جسدية ونفسية مختلفة هناك العديد من الأمراض الجسدية السكري السرطان الكوليسترول مشاكل الجهاز التنفسي أمراض العظام الأمراض العقلية هي الاكتئاب والاضطرابات النفسية جميع الأمراض المذكورة السمنة العواقب أمراض القلب فقدان الوضوح سوء التغذية منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه مرض مزمن وتنبيه على من شأنه أن يسبب أمراض جسدية ونفسية مختلفة هناك العديد من الأمراض الجسدية السكري السرطان الكوليسترول مشاكل الجهاز التنفسي أمراض العظام الأمراض العقلية هي الاكتئاب والاضطرابات النفسية جميع الأمراض المذكورة هي نتيجة أو الوجبات السريعة الغذاء والصحة منظمة الصحة العالمية 2012 اكتب باستخدام القاموس ابحث عن مرادف طبق واستخدمه في جملة شخصية Je complète le texte à partir des mots suivants. Obésité
أكمل النص من الكلمات التالية: السمنة، العواقب، أمراض القلب، فقدان الوضوح، سوء التغذية. منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه مرض مزمن وتنبيه على من شأنه أن يسبب أمراض جسدية ونفسية مختلفة. هناك العديد من الأمراض الجسدية: السكري، السرطان، الكوليسترول، مشاكل الجهاز التنفسي، أمراض العظام. الأمراض العقلية هي الاكتئاب والاضطرابات النفسية. جميع الأمراض المذكورة هي نتيجة أو الوجبات السريعة، الغذاء والصحة. منظمة الصحة العالمية 2012. اكتب باستخدام القاموس، ابحث عن مرادف طبق واستخدمه في جملة شخصية.